السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية الناس اللي بتشوفنا لأول مرة يريد تشتركوا بالقناة ويفعلوا زر الجرس علشان يوصلهم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. ومتابعينا الكرام الافاضل يا ريت يضغطوا لايك ويشيروا الفيديو على صفحاتهم على فيسبوك وتويتر. زي ما توقعت بالظبط رد فعل مرتضى منصور في الفيديو اللي قبل السابق، هل هيقبل قرار لجنه الانضباط والاخلاق بايقافه ثلاث مباريات وغرامه 100,000 جنيه، ولا هيطلع يقول محدش له علاقه بيا، انا عتريس، محدش مش عارف ايه، محدش يقدر يكلمني، محدش يقدر يجي ناحيتي. وبالفعل ده قرار مرتضى منصور او رد او اول رد فعل من مرتضى منصور ان محدش يجرؤ على معاقبة مرتضى منصور. اتكلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وأكد رفضه التام لقرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري اللي عاقبته بالإيقاف ثلاث مباريات وغرامة 100,000 جنيه. وقال مرتضى منصور لجنة الانضباط باتحاد الكرة لا تملك ولا تجرؤ على معاقبتي. زي بالظبط فيلم شيمو أنا عتريس أحمد اللي هو المخرج كان اسمه ايه المخرج احمد توفيق تقريبا لما اتجنن كده وبتاع انا عتريسه بهيه ولا مش عارف كان اسمها ايه، وقال لك لجنه انضباط باتحاد الكره لا تملك ولا تجرؤ على معاقبتي. واشار هناك قرار من المحكمه الدستوريه يمنع هيئه بمعاقبه رئيس هيئه اخرى. واضاف اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد الكره برئاسه عمرو الجناني وضعها غير قانوني. هذه الكلمه اللي كل ما يتزنق يطلعها، يا عمرو يا جنايني هتتظبط ولا ابقى هنقف بقى مع لجنه الانديه ضدك، يا عمرو يا جنايني انت لجنه تسيير اعمال، يا عمرو يا جنايني انت مالكش قرار، يا عمرو يا جنايني انت مش عارف ايه، يا عمرو يا جنايني وضعك مش قانوني، يا عمرو يا جنايني هرفع قضيه عليك. كما سخر مرتضى منصور من قرار لجنه الانضباط بتوبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي قائلا ان هذا القرار يدعو للسخريه. هو يدعو للسخريه فعلا لان سيد عبد الحفيظ لا يستحق اساسا اي شيء، لا توبيخ ولا اي شيء لانه ما عملش حاجه. سيد عبد الحفيظ مقارنه باللي انت بتقوله ده يبقى 20 ملاك بجناحين جنب بعض، يعني لو قارنا كلام سيد عبد الحفيظ بالكلام اللي انت بتقوله، سيد عبد الحفيظ يبقى 20 ملاك بجناحين جنب بعض يعني. سيد عبد الحفيظ عم بيقال ايه؟ بيتكلم فلان الفلاني حكم فلان، عايزين نشوف فلان حكم فلان الفلاني يحكم للفريق الفلاني، عايزين نشوف، لكن مرتشي وابن 60 في 70 ومش هسيبك وخدام وقليل ومش عارف ايه ويتاجر ايه يا عم في ايه؟ ده كلام. المهم لجنه الانضباط قالت ان قرار اللجنه يعني قرار اللجنه لا رجعه فيه، مفيش فيه رجوع، يعني قرار نهائي. هنشوف هل مرتضى، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ان العقوبه على مرتضى منصور هيتم تطبيق مباراه الانتاج الحربي النهارده. هل مرتضى منصور هيتحدى قرار لجنة الانضباط والأخلاق ويحضر مباراة النهاردة؟ طب ماذا لو حضر مرتضى منصور؟ إيه الـ العقوبات اللي هيتم توقيعها على مرتضى منصور فيما بعد؟ وإيه هنقدر نعاقبه إزاي يعني؟ هل الاتحاد المصري هيلجأ للفيفا مثلا؟ هنشوف، ما حدش قادر على الراجل، هنشوف يعني. بداية هنبدأ نتكلم لو شفنا مرتضى منصور في مباراة النهاردة، هو بيقول ما حدش يقدر يعاقبني ومحدش عارف إيه، لو هو ما راحش مباراة النهاردة يبقى استجاب. لو راح يبقى بيرفض قرارات اللجنه، واكيد اللجنه هتطلع قرارات مغلظه بعد كده اما نشوف، والا اللجنه دي تبقى بح ما حدش ينفذ لها كلام بقى. كشف المستشار سيد بندير الاسلام الانضباط باتحاد الكره المصري ان العقوبات الموقعه من جانب اللجنه عقوبات نهائيه ووفقا للائحه. وتابع المستشار سيد العقوبات التي تصدرها اللجنه نهائيه ولا رجعه فيها، وقال ان العقوبات يتم توقيعها بناء على مستندات موثقه وفيديوهات رسميه لا يمكن انكارها. وكانت لجنه الانضباط قد اعلنت في عده قرارات منها مرتضى منصور وكف رضا عبد العال وايقاف مش عارف وتحذير سيد عبد الحفيظ واستاذ محمد يوسف نايل المدير الاداري شركه اسيوط مش عارف ايه، توبيخ سيد ايقاف مجدي عبد العاطي مدير فن مباريتين لمبادره من تصريحات سيئه ضد لجنه الحكام، ايقاف علاء الدين، منع فرج عامر. ده كله احنا قلناه يعني بالنسبه بقى لاداء النادي الاهلي المبهر. بسم الله ما شاء الله، قلنا امبارح ان كان جماهير النادي الاهلي عاملين هاشتاج اهلي فايلر محتاج يتبخر بسبب الاداء الجيد للنادي الاهلي تحت قياده السويسري رينيه فايلر. قلنا رينيه فايلر قاد النادي الاهلي في 14 مباراه، كسب 13، خسر مباراه، نتائجه كلها بيحقق فيها سكور كبير فيما عدا مباراتين، مباراه الاسماعيلي ومباراه
حرس الحدود امام طارق العشري، غير كده مباريات بقى هدفين سواء افريقيه او محليه، هدفين ثلاثه اربعه خمسه، يعني مباريات بسم الله ما شاء الله، يعني بسكور عالي. عمرو اديب طبعا بما انه زملكاوي ما يقدرش ينكر تفوق النادي الاهلي في اللحظه الانيه يعني، لكن في ناس اللي هم مغيبين طبعا بيهاجموا النادي الاهلي، يقول لك بيكسب بالحكام. المهم عمرو اديب علق على فوز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري من خلال صفحته على موقع التدوينات القصيره تويتر، وقال ممكن حد يفهم الباشا مدرب الاهلي يا باشا، بيفكرني محمد هنيدي في فيلم بتاع عندليب الدقي ولا كان فيلم ايه؟ باشا 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 يا باشا، قال لك ممكن حد يفهم الباشا مدرب، ولا وش اجرام، كان وش اجرام، ممكن حد يفهم الباشا مدرب الاهلي ان عندنا في مصر ممكن تكسب الماتش بجون او اتنين على اقصى تقدير، يعني مش محتاج تعمل كرنفال اهداف، وحد يشرح له انه فارق بنقاط كتير عن اي نادي في المحروسه، فموضوع الاهداف ده مش مهم، خليه راعي مشاعر البيت الابيض، مش قصدي بتاع ترامب، قصدي بتاع الزمالك. يا عم احنا ما بنراعيش مشاعر حد، يا عم اللي حصلنا يعمل، ولا اللي قدنا يعمل زينا يا عمرو يا اديب، يعني خليكم في الراجل اللي انتوا جبتوه رئيس نادي دي، ما هو المهم الناشئين هم احرار، اللي ربنا يديمها نعمه عليهم مرتضى منصور، ونعمه كبيره للاهلاويه وجود مرتضى منصور في هذا المنصب في التوقيت الحالي رئيسا لنادي الزمالك. المهم ان محمود علاء كلام كتير بقى عن، يعني سمعنا مرتضى منصور قال لك على اي لاعب نادي الزمالك مش عاوز يمشي يجيب لي لا عرض، لما سئل عن فرجاني ساسي وغير فرجاني ساسي، فاول الناس اللي ما صدقوا جابوا عرض قال لك ايه، لاعب نادي الزمالك محمود علاء. قال لك محمود علاء مدافع نادي الزمالك قد تحدث مع امير مرتضى منصور مشرف العام على الكره بشان عرض له يمتلكه. محمود علاء ابلغ امير انه يمتلك عرض سيقدمه للاداره بعد مباراه الانتاج الحربي اليوم. هل مرتضى منصور هيلتزم بكلامه ولا هيتراجع عن كلامه ويقول لك يا اخوانا ده كانت لحظه، خليكم فريش احنا في ازمه، مش احنا في رحله، خليكم فريش احنا في ازمه، يعني الكلام ما تقفلوش على الواحده يعني، هنشوف هل هيمشي. طب ولو مشي محمود علاء ما هيفتح باب قدام اي حد يجيب عروض، فرجاني ساسي كده كده ماشي، ممكن طارق حامد يجيب له عرضه محمود علاء، بس هو كتف مع طارق حامد ب 15 مليون، يعني يا باشا يوم ما تمشي تجيب لي 15 مليون او اكتر من 15 مليون، يعني عايز استفيد او تمشي مع السلامه. لكن هو لو جاله عرض كبير لطارق ما هيمشي طارق حامد، فريق ايه وبتاع ايه، مع القرشينات يا عم الحاج، ونعمل قناه الزمالك ونطلع كده ونشتم ده ونشتم ده، ونبقى عملنا انجاز اسمه مرتضى منصور عمل لكم قناه الزمالك يا زملكاويه، وسقفوا كده وافرحوا يا زملكاويه. محمود علاء ابلغ امير انه يمتلك عرض سيقدمه للاداره بعد مباراه الانتاج الحربي، يعني العرض جاي من كلام كتير عن انه اتحاد جده برضه السعودي داخل في مفاوضات مع اللاعب لضمه، ولا الثاني كان اهلي جده جروس لضمه الى صفوف الفريق بدايه من يناير القادم على سبيل الاعاره لمده 6 شهور، مع وضع افضليه لشراء اللاعب من الزمالك بنهايه الموسم اذا قدم اداء قوي مع الفريق السعودي. والطبع محمود علاء من قوام الاساس النادي الزمالك، ده هو على راي ابراهيم سعيد اللي في حاله توهان، وابراهيم سعيد بيقول لك ان هو سبب خساره الزمالك، يا اخوانا مش يمكن تفرق من عندكم الدنيا تتظبط يعني، ده بخصوص موقف نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك وصل لاستاد السلام من شويه علشان مباراه، يعني على ما هو المباراه تكون بدات على ما الفيديو ده يكون نزل، يعني وصل لاستاد السلام لخوض مباراه الانتاج الحربي، زي ما احنا نتمنى التوفيق للكابتن الكبير مختار في المباراه. بالنسبه للمصري، المصري حدد قيمه الزمالك، كان في كلام على انه عايز كريم العراقي لاعب نادي المصري، ظهير ايمن نادي المصري، يعني بسبب حمد النقاز وكرم فاع. المصري قال لهم يا بر حاج بقى عايزين 3 مليون دولار، وزي ما بيقولوا بالبلدي كده مش عارف الكلام، التوتو على كبوتو على راي عبد الله صلاح عبد الله في الفيلم. المهم اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، لو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه فعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.